أهلا وسهلا فيكم ببرنامجنا بنوت برو شو. الحلقة اليوم ممتعة بكمال الجسماني والأخلاقي، ومن القليل الحاصلين على هذا المركز بطل أبطال العالم بلعبة كمال الأجسام. منرحب ببطلنا، بالصديق، بالحبيب، بطل أبطال العالم، البطل المصري أحمد الورداني. أهلا وسهلا فيك بطلنا والصديق الحبيب، وأهلا وسهلا فيك بلبنان بلدك الثاني. أهلا وسهلا بك يا كابتن، ويعني شرف كبير ليا الكلام اللي حضرتك قلت عليا. ولبنان طبعا يعني بصراحة بلد من أجمل البلاد اللي أنا زرتها في حياتي، وناسها من أحسن ناس في الدنيا، ويعني كفاية أخلاقكم ويعني تواضعكم مع الناس، وبجد حاجة تشرف، وأنا مبسوط إن أنا موجود معكم النهاردة. حبيب القلب يا بطل، يعني بصراحة أنا اليوم الصبح عرفتك إنه بلبنان، وعن جد أنا يعني كنت بدي أعمل زيارة على مصر كرمالك وكرمال شخص تاني لحتى تكون مقابلة نحن وياكم، والحمد لله إنه اليوم عرفتك إنك بلبنان وحكيتك ورحبت انت انه تكون ضيفة اليوم بهذا البرنامج. حبيبك كابتن، ده الشرف ليه طبعا. هلأ يعني المشاهدين الكرام، خاصة اللبنانية والمصاروة والعرب، يعني خلينا بس نعطيهم فكرة، بدهم يعرفوا انه بداياتك من اي سنة بلشت انت التمرين، كيف كان بداياتك؟ والله أنا بدأت كان سنة تقريبا 2000، كنت لسه داخل أولى جامعة، كنت مخلص ثانوية عامة، وكنت أيامها بلعب مصارعة عماني الأول، وكنت بطل الجمهورية للناشئين في مصارعة عماني. بعد كده بدأت، كان موضوع الجيمات بقى بادئ جديد في مصر، الجيمات الخاصة وكده، لأن كان الأول الجيمات اللي هي الحكومية بس اللي هي في الساحات الشعبية والأندية الرياضية وكده. فصاحبي اقترح عليا، قال لي في جيم فتح في قرية جنبنا اسمها الماي، تعال نروح نتمرن فيها وكده في الأجازة اللي هي بين الثانوية العامة والجامعة، كان سنة 2000. فحبيت أشوف الموضوع يعني، فروحت وعجبني الموضوع وبدأت التمرين، وخاصة إن أنا جسمي كان من المصارعة أو من تمرين السوري بتاع المصارعة شادد شوية، انا كنت من نوع برضو الهارد في التمرين الصعب يعني، فلقيت جسمي بيتقبل في البادي بيلدينج اكتر، فتركت المصارعه وبدات اتجاهاتي كمال اجسام. بس في البدايه ما كانش البطولات، كان ان انا اعمل جسم كويس، شكلي يبقى حلو. بعد كده طبعا المدرب اللي في الجيم اسمه كابتن رضا ابو عياد وكابتن كرم، لقوني ان انا بتحسن في اول شهر اتنين، قالوا لي ده في بطوله محافظه ناشئين تحت 19 سنه عندنا. قد ايه كان عمرك؟ كان عندي 17.5 او 18. فقلت له خلاص اوكي يعني بس انا ما بعرفش اعرض، ما بعرفش، فقال لي انا اعلمك اليومين دولت وكده، وبداوا ايه يعلموني. بس طبعا ولا كان في دايت ولا كان في الكلام ده كله، شاركت في بطوله المحافظه للناشئين وخدت فيها المركز الاول، ومن اول مشاركه في بطوله المحافظه. وبعد كده بقى يعني عارف حب المكسب نفسه وحب الفوز والناس تقول لك كمل، انت حلو، انت كويس، انت يجي منك، انت ينفع تبقى بطل، فالكلام بتاعهم متودد في دماغي كتير، وبدات اخد اتجاه البطولات من الفتره دي يعني. اي سنه بلشت بطوله انه تكون مثلا انت ملاقيها كنت خايفان انه من هل كنت تسمع انت فيهم هول البطولات وفت عليا لهذه البطولة؟ بص، هو كانت بطولة الجامعات المصرية،
بطولة جامعات مصر، بطولة الجمهورية للجامعات. أنا طبعا شاركت في أول سنة في بطولة الجامعة، خدت أول، اللي هي جامعة المنوفية. أنا خريج تجارة جامعة المنوفية. فبعد ما كسبت في بطولة الجامعة قالوا لي إيه، ما كنتش أعرف إن في بطولة جامعات يعني. قالوا إن إحنا ضمناك لمنتخب الجامعة وهتمثل جامعة المنوفية في بطولة الجامعات المصرية. فكل عرفوا إن بطولة الجمهورية كبيرة يعني شديدة وفيها أبطال، لأن كان معظم أبطال مصر للناشئين أو أبطال العالم الناشئين المصريين في جامعات، في جامعة القاهرة وفي جامعة عين شمس، وكانوا المفروض إن هم بيشاركوا في البطولة ديت. المهم خدت القرار، أنا من النوع المجازف يعني، وقلت خلاص هشارك إن شاء الله. كان المسافة بين البطولتين 3 شهور، اشتغلت تحضير كويس، ومن أول مشاركة ليا في بطولة الجامعات خدت المركز الثاني من ضمن تقريبا أكتر من 13 لاعب، خدت المركز الثاني. وبعد كده الحمد لله بقى الموضوع سهل بالنسبة لي، حصلت على بطولة الجامعات المصرية 4 مرات متتالية. طيب هلا بالنسبة للجامعات أو المنتخب الجامعات، طب هالبطولات اللي بينعملوا بيكونوا تحت لواء الاتحاد المصري؟ كان كله طبعا، كل البطولات في مصر كانت تحت راية الاتحاد المصري لكمال الأجسام، لأن في الفترة دي ما كانش فيه طبعا غير اتحاد واحد اللي هو الاتحاد المصري لكمال الأجسام اللي تابع للاتحاد الدولي. ما كانش فيه انقسام اللي هو حصل من سنة 2017. ايه قول، هذا موضوع دسم هنحكي فيه بتفاصيله. بس ما كانش فيه، كل اي بطولة في مصر بتبقى تابعة للاتحاد المصري لكمال الأجسام. طيب ومن بعد البطولات يعني في بطولة مصر، في بطولة العرب، اسيا، لا افريقيا، احنا افريقيا افريقيا مزبوط 100%. برجع عندك العالم، بدات بص حصلت على بطوله الجمهوريه طبعا كذا سنه في مصر اللي هي الدرجه الاولى والناشئين. بعد كده بدات توجهاتي للبطولات اللي هي الدوليه زي ما بيقولوا. بدات كانت بطوله افريقيا سنه 2006، دي كانت اول بطوله دوليه ليا. الحمد لله ربنا وفقني، وكان مشارك فيها اسماء كبيره جدا زي كابتن احمد حموده وكابتن شريف الشيوي وكابتن ياسين الطوخي، ابطال العالم المصريين يعني كانوا مشاركين فيها. والحمد لله خدت عملت نتيجه كويسه فيها. بدات بعد كده العب، جت لعبت باسم الشركه المصريه للاتصالات، وكان القانون في الوقت ده بيسمح لفريق الشركة ان هو يشارك بلاعب دولي واحد بس، بطل عالم يعني، في البطولة الشركات. فانا كنت حابب ان انا اشارك عشان شغلي بطولات كتير بس مش بطولة العالم. لدرجة ان في الفترة 2007 كنت انا ضمن منتخب مصر، وكنت المفروض امثل مصر في بطولة العالم سنة 2007، ولكني اعتذرت. سبب العذر ان انا ما كنتش عايز ابقى بطل عالم في الوقت ده عشان اقدر العب بطولة الشركات. فتنتني مع الشركة الحمد لله، يمكن سنة 2006 لحد من الشهر اللي فات ده. والله بطولة الشركات المصرية بقى لي تقريبا 13 سنة باخد المركز الاول فيها. بعد كده لعبت بطولة افريقيا سنة 2008، خدت المركز الاول برضه. بعد كده سنة 2010 لعبت بطولة العرب، خدت اول. بطولة البحر الابيض المتوسط خدت اول. بطولة العالم كانت اول بطولة عالم ليا بقى رسمية سنة 2010، وكانت في اذربيجان، وخدت المركز الاول فيها الحمد لله من اول مشاركة، مع اني كنت لاعب احتياطي مش اساسي. والله يعني انا كنت، كان منتخب مصر بس بيبقى حوالي 8 لعيبه و3 احتياطي، فانا كنت من ضمن 3 الاحتياطي تقريبا. الاثنين لاعبين الوحيدين اللي في البطوله كلها خدوا ميداليتين ذهب كنت انا واحمد حموده. حلو. من ضمن ال 11 لاعب. بعد كده تولى لعبت بعدها على طول بعد بطوله العالم تقريبا بشهر بطولة العرب في اسكندرية عندنا، خدت المركز الأول فيها. بعد كده بدأت أتفرغ بس لبطولة العالم، ما بقتش ألعب أي بطولات تانية غير بطولة العالم. بطولة كاس قطر 2008 لعبتها خدت أول،
في الموازين، في الوزن المفتوح خدت السادس، لان كان طبعا وزني ايامها 75 كيلو. لا اكيد بيكون في فرق. فبدات بقى لعبت بطوله العالم سنه 2011 خدت المركز الاول. تاني سنه، تالت سنه كانت 2012 بطوله العالم في الاكوادور خدت المركز الاول وتاني بطل ابطال العالم. 2013 كانت بطولة العالم في المغرب، وكان مشارك بطل مستر أولمبيا كمال عبد السلام في الوزن معايا، هو خد أول وأنا خد تاني في وزن 90 كيلو، كانت أول مشاركة ليا في 90. 2014 كانت آخر بطولة عالم ليا، كانت في البرازيل وخدت المركز الأول. طيب أي سنة احترفت أخذت كارت الاحتراف؟ احترفت سنة 2017. طبعا أنا تم إيقافي 3 سنين من الاتحاد بعد بطولة العالم 2014. بعدها رجعت البطولات سنة 2017 تاني على بطولة الكويت كلاسيك اللي هي كانت سنة 2017 شهر 9 تقريبا، وكانت فيها هواة ومحترفين. فشاركت في الهواة الحمد لله، خدت أول وخدت كارت الاحتراف، ولعبت في نفس اليوم في المحترفين بالليل. خدت من اول مشاركه ليا رابع في بطوله الكويت للمحترفين. كان طبعا الصف الاول بتوع مستر اولمبيا معظم المشاركين كان احمد اشكلاني، هو الاول، والثاني كان خوزي روموند، والثالث كان شون كولويدا، وانا كنت الرابع. فالحمد لله يعني بتوفيق ربنا من اول مشاركه ليا في المحترفين قدرت ان انا احصل على المركز كويس، ولو ان مش هو اللي انا منتظره يعني. بعد كده تولد بقى البطولات المحترفين، لعبت اكتر من 4 بطولات محترفين وتأهلت المستر اولمبي 2018، بس كان عندي مشكله بالفيزا طبعا ما عرفتش اسافر. الحمد لله السنة دي إن شاء الله بخلص المشكلة وهتخلص خلاص على وشك يعني، وإن شاء الله أقدر أشارك في 2020 في بطولة العالم في مستر أولمبي. طب هلا أنت لعبت بلبنان، طب لنفترض إنه أنت ربحت وتأهلت لأولمبيا، كيف كنت بدك تطلع على؟ كنت هاخد بقى الجواب من مستر أولمبيا إن أنا متأهل وإن أنا لازم آخد فيزا عشان ألعب تصير أهيأ قصدك؟ يعني باخد ورق او دعم من الاتحاد او من شركه مستر اولمبيا للسفاره انها تخلص لي. لو بتصير انه اهين يعني ضامنه 100%. اما بتاهل الموضوع بيبقى سهل ان شاء الله. يعني انت وقت اللي نزلت على البطوله بلبنان عملت مركز ثالث. خدت مركز ثالث مع انه نحن كنا قايلين انه انت حتاخد مركز الاول. الحمد لله. شو المشكلة اللي صارت معك لحتى والله بص يا كابتن، يعني أنا مش بحب أتكلم في بطولات فاتت، يعني سواء في مشكلة، أنا حصل معايا كم مشكلة قبل البطولة بفترة، يمكن صحابي في مصر عارفينها والناس اللي متابعاني على الانستجرام عارفينها، إن أنا كان عندي مشكلة في القولون وقعدت في المستشفى أسبوع قبل البطولة بأسبوع، وحصل كذا ضرب يعني، بس الحمد لله قدرت إن أنا أكمل وقدرت ان انا اظهر بشكل كويس بصرف النظر عن النتيجه سواء اول او تاني او تالت، يعني الموضوع مش فارق. طبعا الف مبروك للبطل السعودي اللي فاز، والمركز التاني كان البطل الايراني، وانا المركز التالت، فطالما مش 100% ما ببصش النتيجة يعني، تاني زي عاشر زي ما بيقولوا، طالما مش اول خلاص يعني، لان الاول بس اللي بيتاهل يعني. ما هو انا ليش سالتك انه يكون عن مشكله، لان اوقات احنا بيصير معنا مشاكل يعني قبل المباراه. أيوة. بالظبط. بنكون بننتزع شوي، بنرجع بنعالج وما بنقدر ناخد اول، بس بتبقى حاطط كل الامل او الهدف انك اول. مزبوط. بس بيحصل يعني غصبا عن الواحد، الناس ما بتعرف هذا الشيء انه في مشكلة حصلت. لا في مشكلة حصلت، وكان الحمد لله يعني، الحمد لله انا اشتبهت انها كانت زايدة او حاجة زي كده، لان كان ألم جامد في بطني وطلبوا لي اسعاف في الجيم، خدتني وعملوا لي تحاليل وكل شيء وبتاع، فلقوا ان القولون كان ملتهب جدا، وكنت ما بعملش حمام مثلا مدة 2 أو 3، فكان لازم يحصل، فادوني علاج والحمد لله عدى على خير يعني. الحمد لله رب العالمين، وانعملت المباراة واخذت مركز ثالث، وكنت اكثر من رائع يعني. الحمد لله شغال، كنت مظبوط على
على هذه البطوله. طيب هلا انت ان شاء الله يعني حتكون برومانيا بعد شهر وكم يوم ان شاء الله. يعني الخطه الجديده ان انا ان شاء الله العب بطوله رومانيا يوم 2 نوفمبر، وان شاء الله ربنا يسهل واتاهل منها. يعني انا شغال كويس وماشي في طريقي مظبوط، ان شاء الله ربنا يكمل الشهر ده على خير واقدر العب بطوله رومانيا واتاهل منها مباشر ان شاء الله. نحن بنتامل هذا الشيء اكيد. طيب في بطوله انعملت بمصر اسمها بطوله وردان كلاسيك، دي انا اللي كنت اعملها في الفتره اللي كنت موقوف فيها، فكنت حابب ان انا اظهر تاني، ويعني وبرضه من باب المساعده كان في سبونسر فيها هيدفع فلوس للفايزين وكده، فقلت فرصه ان الناس ايه تستفاد، اللعيبه اللي هم المصريين يستفادوا، وعملنا البطوله والحمد لله كانت من انجح البطولات في مصر، لان ما توقعش العدد، كان تعملها كمال اجسام بس، ما كانش فيها ولا فيزيك ولا كلاسيك، جه اكتر من 120 لاعب تقريبا، غير اللي انا منعت الابطال الدوليين ان هم يشاركوا، قلنا عايزين وجوه جديده، فشارك فيها اكتر من 120 لاعب، والحمد لله كلهم ظهروا بمستويات كويسه، وفي ابطال ظهرت من البطوله بتاعتي بعد كده يعني. بعد كده بقوا ابطال عالم يعني. طيب هذه المباراة اللي عملتها البطولة كانت برعاية الاتحاد المصري ولا لا؟ كانت برعاية الاتحاد المصري. كمان الاتحاد المصري يعني لو هو ما بده ما كنت تقدر تعمل انت البطولة يعني. ممكن، بس هو كان الوقت ده كان برعاية الاتحاد المصري. ما كان في انفصال بعد؟ لا كان في، بس ما كانش لسه الموضوع كبير يعني، كان لسه في بدايته يعني. في 2017. لان نحن مثلا هون بلبنان مثل ما انت عارف هذه المباراه اللي نحن عملناها حصل، كنا حابين انه الاتحاد يكون هيدا بالضبط عارف انا المشاكل اللي حصلت لحد يوم العرض الصبح، وده اللي عطل البطوله وعطل الماتش، وبالنهايه انعملت يعني. انا عملت لايف عن الموضوع ده وكلمت ان الناس كتر خيرها عملوا بطوله وبطوله كويسه، في ناس فازت فيها، ويعني سوء التفاهم اللي حصل فيها والغلطة اللي حصلت فيها هو تأخير الوقت، وده كان غصبا عن المنظمين بسبب طبعا المحاربة اللي كانوا بيتحاربوها من قبل الاتحاد التاني الموجود في لبنان. طيب هلا نحن بنكون هلا خلصنا الجزء الأول بحلقتنا، نحن حيكون لنا إن شاء الله 4 أجزاء مشان ما نطول على المشاهدين ويقدروا يسمعوها كذا مرة ويصيروا يلحقوا إرشاداتك، لأن بالجزء الثاني والثالث والرابع حيكون في إرشادات للشباب المصري والشباب اللبناني والعربي. إن شاء الله بنكون الأسبوع الجاي بجزء الثاني أنا وياك إن شاء الله. بأم بالله حبيبك أنت. هون بنكون خلصنا الجزء الأول بحلقتنا بنوت بروشو مع بطل أبطال العالم البطل الصديق أحمد الورداني، يعطيك العافية.